ما في شيء اسمه نويت أن أصوم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات ولا مرة قال نويت أن أصوم، ولا نقل عنه الصحابة رضي الله عنهم، ولا نقل عن أحد من الصحابة أو من التابعين أو أتباع التابعين أنه قال نويت أن أصوم، ولا نقل عن أحد من أهل العلم السابقين من الأئمة الأربعة وغيرهم أن قال من أراد أن يصوم فعليه أن يقول نويت أن أصوم أبدا. وإنما النية محلها القلب. أنتوا الآن لو باكر رمضان بتصومون؟ بس هذه النية خلاص يكفي. النية محلها القلب، يعني الإنسان يدري أن غدا رمضان وهو سيصوم، هذه النية بدون تكلم.